حاليا القضية الفلسطينية طبعا، يعني زي هي شايفة اللي بيصير والأحداث والأطفال اللي بتموت، يعني حرام كل اللي بيحصل فيهم هناك. والله يا حجي على الله، وهذا كله ما في يعني هالشيء هذه ماشي الحال الحمد لله، يعني مستورة مول مستورة الحمد لله. الله يوفقك يا حجي. قضية المالية في البلد معروفة، أزمة مالية، كل أي مواطن يسري يقول لك أزمة مالية، اللي عليه دين اللي عليه قرض عليها من قال يسكر، لأنه وضع البلد تعبان كثيرا يعني بالنسبة للوضع المالي، يعني دوره نص البلد مطلوبة قضايا مالية، صح ولا لا؟ للأسف الشديد إنه فيش دعم حكومي، للأسف الشديد إنه كل ما المواطن الأردني اللي وراه مش لقدام صفعة فرفع الكلمة، يعني الوافد اللي بيشتغل في البلد عايش أحسن من البلد بكثير بكثير بكثير، أكثر من البلد يعني بأخذ راتب أحسن من البلد وبأخذ حوافز أكثر من البلد. للأسف الشديد ابن البلد يعني صفى يعني ولا إشي بالبلد هنا، يعني بيجي آخر الشهر كأنه كابوس على الشعب الأردني. لا عن جد بحكي معك والله، يعني صفى آخر الشهر كابوس المواطن، وهو يدفع الكهرباء يدفع أجار بيته، إذا راتبه 300 ليرة أو 350 ليرة كيف هو أجار بيته ولا ميته، إذا عنده من الناس في المدارس. أنا زي حالتي، أنا عندي الله يخليك بنت توجيه وبنت جامعة، يعني للأسف الشديد مش ملحق عليهم مصروف، يعني مصروف جامعات مش ملحق عليهم للاسف، يعني رواتب حد الادنى بقول لك 260 260 جه سوى واحد متجوز ابو معاه 260 يفتح بيت فيه 260، ولا بده يدفع قرض اذا كان عليه قرض ولا عليه دين بده يدفع 260. للاسف الشديد يعني الحكومه يعني مش مطلع على المواطن الاردني، للاسف يعني عاتبنا على الحكومه، يعني فهمت علي الاول واخير، يعني انا بحكي يعني من دم محروق، يعني للاسف الحكومه يعني الوافد اللي عايش في البلد كان عفوا بغض النظر ايش جنسيته عايش احسن صفه عايش احسن من البلد، يعني ابن البلد صفه ولا ايش للاسف الشديد. وهي كل هاي القضيه تشغل المواطن الأردني، أي مواطن أردني يقول لك قضيته المالية، فغير هيك ما في شيء. لو المواطن الأردني مرتاح ماليا في متعلق ما بصير مشاكل، وما في قضايا مالية، وبتيجي بقول لك تعال علي قضية مالية، طب هو بده يدفع بس ما هوش يلحق، مضطر إنه يوصل لأي شركة من شركة القروض التمويل إنه يأخذ قرض يسكر التزاماته. لا 260 ما تقول حد الأدنى، شو إيش 260 يعني؟ هلا أول شيء أهلنا بغزة يعني أول شيء انظلموا، ثاني شيء أثر علينا كوضع اقتصادي وضع البلد، انشلت الحركة عندنا بالمرة، يعني كان حركة عيد ومواسم وأيام، هاي شوف المحلات طلع الشوارع كيف فاضي. وتاني إشي طبعا يعني القضية هي قضيتنا إحنا كفلسطينيين، فهمت كيف؟ مش قضيتي أنا كمهند وكغيري وكغيري، ككل الشباب أو كل العالم على مستوى واحد. الزواج تكاليف الزواج لا عوشك، يعني مو ضايل يومين ثلاثة من الزواج إن شاء الله. نفس قضيته مصاريف الزواج والحياة بعد الزواج عشان خاطبين وعرسنا يعني يوم الجمعة. والله هي أهم قضية فلسطين وغزة، أهم قضية ليش بتشغل بالي؟ لأنه العرب كلهم تخلوا عن غزة، وغزة حاليا بمجاعة، والشمال كله مجاعة، وإحنا كعرب مسلمين مطلوب منا نوقف مع أخواننا المسلمين اللي هم من أمة الإسلام، فهذا أكتر إشي بيشغل بالنا، لأنه إحنا المسلمين تخلينا عن المسلمين وصرنا بزمن يعني خلص اللهم نفسي ودبر حالك وتطلع على غيرك، وإن شاء الله يا رب إيش عيشوا أحرار وعاشت فلسطين والقدس العربية. قضية أكثر قضية يعني شغلة بالي هي المشاكل المالية، الديون مش لحالي، 99% من الناس عندهم مشاكل مالية، إن كانوا تجار إن كانوا أصحاب محلات حتى إن كانوا موظفين برضو الكل عنده مشاكل مالية، هي هاي أهم مشكلة. قضية غزة عشان الحرب وإخواننا اللي بتقتلوا وين والأحداث وين القضية اللي بتشغل بالي؟ قضية غزة، لأنه حرام اللي بصير بغزة، كله أطفال بتقتل وناس تدمر وخرب بيوت. الشغل فرص العمل كتير قليلة وصعب الواحد يلاقي شغل، صار لي سنتين قاعد في البيت. نفس الاشي الصراحة، الشغل صعب الواحد يلاقي شغل يعني هاي الأيام. هي أهم قضية، أنا بتجول كثير بالأسواق أو في وسط البلد، القضية هي الغلاء وعدم قدرة التاجر على تسويق البضاعة تاعته بسبب أنه ضعف القوة الشرائية عند المواطن، قلة الرواتب، البطالة الموجودة داخل البلد، شايفة علي؟ برضو ارتفاع الإيجارات المحلات بالنسبة للتجار،
أيضا خلينا نحكي المواطن صار يستغني كثير عن بعض الأمور، صار يعتبرها من الكماليات، حتى الفواكه صار يعتبرها من الكماليات. الآن أنا أتجول في سوق الخضار لقيت إنه يعني هناك خضار يعني فواكه مرتفعة جدا، يعني كيلو خلينا نقول الدراج بليرتين، عندك التفاح بليرة و75، عندك المشمش الكيلو بدينار، يعني قوة شرائية عند المواطن أصبحت ضعيفة جدا جدا. نتمنى من الدولة من وزارة التموين إنه تراقب الأسعار بجدية، حتى يمكن للمواطن إنه يعني يستطيع أن يحصل على جزء بسيط من هذه السلع اللي برغب بشرائها. برضو كمان أنا يعني بقول إنه يعني لو يصير هناك يعني مثل ما بقولوها يعني إعفاء كل 6 شهور، يعني تأجيل أقساط حتى يستطيع المواطن مثل ما بيحكوها إنه يتم شراء بعض الشغلات. هسا يعني بعد 2 شهر إحنا رحين نكون مقبلين على إيش، على فتح المدارس واللباس الرسمي والقرطاسية والآخرة. بتمنى من دولة رئيس الوزراء، بتمنى من دولة رئيس الوزراء أن يقوم بإعاز لمعالي محافظ البنك المركزي في تأجيل الأقساط. شكرا لك. قضية فلسطينية يعني الصراحة، الأشياء اللي قاعدة بتصير والإبادة اللي قاعدة بتصير وكل شيء قاعد بيصير يعني مش منطق، إشي يعني مش طبيعي هذا الإشي. فأكيد هذا الإشي بيشغلنا، يعني هذا الإشي مش طبيعي في البلد صراحة. أكيد طبعا أكيد القضية الفلسطينية، ليه؟ لأنه يعني هي قضية الأمة العربية بشكل عام، يعني مش إنه شغلة هي فينا إحنا جواتنا باللي بنشوفه بيعانوه وكيف هم أصلا بصير معهم، وإحنا نفسيا أصلا نتوجع عليهم أساسا وما بنقدر نحكي لهم إلا يعني إلا الدعاء، وإن شاء الله يا ربي تتحرر يا ربي. قضيتنا قضية الأمة الإسلامية، أهلنا قاعدين بموتوا، الظلم اللي قاعد بيصير وكل شيء سيء يعني قاعد بمر فيه، وإنه إحنا مش قادرين نعمل إشي، بس هي قضية فلسطين. كل شيء مش قد باله الأردني، كل شيء مش قد باله، بس هسه حاليا أوضاع المأساوية في غزة جدا جدا على القصف والحروب اللي بتصير، يعني أوضاع مأساوية. قضية فلسطين يعني لأنه إخواننا فلسطين يعني قاعدين عم يعني بتقتلوا هيك، وبجير يعني نفس الطينة ونفس العقيدة وهيك، يعني إنه بهمنا إيش بصير فيهم. بالوضع الحالي إني أعيش أنا وأولادي وأدفع الأجار، لأنه وضع سيء. أنا كيف أنا موظف محل ألبسة ما أقدرش أخذ راتبي، لأنه وليش أنا مع صاحب المحل، لأن الوضع سيء. أنا بهمني إن هسه أنا آكل وأطعم أولادي وأعيش حياة مصورة. وبناشد أنا كمواطن أردني بدي أناشد الحكومة، بدي أناشد سيدنا إنه يشوف لنا بهالوضع اللي إحنا فيه، لأنه مش قادرين نعيش صرنا. لازم يكون في حل. أنتوا يعني عندنا حكومة ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد على حكومتنا. طب ادرسوا وضع التجار، ادرسوا وضع الناس، وضع المواطن الأردني مش عمانه بنلاقي رغيف الخبز. أي نعم الله يعين أهلنا بغزة وإحنا معاهم، لكن برضو إحنا هون مش عايشين. فأنا بطلب من الحكومة إنه يشوف وضع المواطن الأردني، ينزلوا على هالبلد، ينزلوا بين الناس، يشوفوا مش يضلهم قاعدين على كراسي، يشوفوا العالم إيش هي كيف عايشة. وشكرا لكم. أهم موضوع بشغل بالي حاليا بشغل راحة البال، أهم شيء يعني إنه الله يفرج علينا بهالأردن وعلى أهلنا بغزة وعلى هالناس اللي بنشوفها قدامنا. يعني الله يعين المواطنين، يعني والله بنفكر فيهم كتير. يعني احنا الحمد لله رب العالمين، الله بنعم فضل يعني وماشي حالنا الحمد لله، بس غيرنا يعني الواحد بيطلع على الناس اللي غيره، يعني شايف اهل غزه لا في عندهم اكل ولا شرب، يعني حتى عيدنا مش عيد كان، كيف تكون عندنا عيد وهم بيطلع كيف حالتهم. الله يفرجها على الناس يا رب ويهونها.